أنا وفي حسن القنطري، مواليد 64، ومدرسة قرآن، جوزة المرحوم عبد السلام علي أبو نعامة. طبعا أبو نعامة من خالة كان رئيس وزراء في العهد إدريس قبل عهد القذافي. مسك ولادي يوم 22/8/2011، احنا سمعنا بالتحرير على أساس إنه هو يعني طرابلس متحررة. ما كانش عندنا علم إن مثلا كتاب القذافي قاعدة موجودة. مسكوا احمد ضربوه وقالوا له قول لي خذه، كان صاير لي حادث وتعالوا اسعفوني. فاجبروه على انه هو بعد ضربوه ضرب مبرح، اجبروه على انه هو يقول لي خوته انه هو صاير لي حادث. فاتصل بخوته وقال لهم اني راهو صاير لي حادث وفي سيمافور بتاع طريق المطار الاشاره الضوئيه. ركبوا خوته فيصل وعلي، ركبوا بالسياره وعدوا مشوا على اساس انه هو يعني احمد معنا صاير لي حادث. وين وصلوا غادي طبعا لقوه كمين، واحنا قعدنا نتصل. طبعا محمد الكبير مواليد 80 هذا كان في البيت معي في البيت قعد. فلما احنا نتصل بعلي وبفيصل وباحمد وببكر نقالاتهم واخذينهم منهم ما يردوش علينا. بس فلما وصلنا للاشاره الضوئيه بتاع طريق المطار لقينا يعني ازلام القذافي موجوده. نزل ولدي ومحمد وقال لهم ان اخوي صاير لي حادث هنا، قالوا له هو اخوك؟ قال لهم ايه. فشدوا ضربوا محمد قدامي، قعدوا يضربوا فيه، ضربوا محمد قدامي. نزلت انا من السياره قلت لهم قصدي يعني شو في، يعني شو الموضوع اللي تضربوا في ولدي، يعني احنا شو درنا؟ ما درنا شيء يعني. فقالت لي هو ولدك، قلت لها، قالت لي طلع جرد ولدك، معلش، قالت لي طلع جرد. فكلمه يعني كلمه جرداني يقول فيها القذافي واتباعه، وكلهم ماسكين الاسلحه هذه الكلاشنكوف. فاخذوا محمد مني وانا روحت. من يوم 22/8/2011 ما عنديش اي معلومه عن ولادي بكل، وطعنا في جميع القنوات ودورنا وفتشنا، مشينا السجون، مشينا المستشفيات، شرحنا المقابر، درنا تحليل الدي ان ان، ولا خبر، ولا خبر بسيط عليهم، ما فيش اي خبر. طبعا جوزي من يوم فقد ولادي هو يعني يدور فيهم، بيدور فيهم، لكن يعني شخص بروحه في دوله كيف بيدور؟ يعني ما فيش ما فيش مكان الا ما فيش باب ولا مطرقه، ما فيش مكان الا ما مشى له. يعني بعدها توفى جوزي. فهو قبل كل أمل، قبل يموت كل أمل إنه هو يلقى الأولاد، يعني كل أمل. أنا شو نقول علي يعني؟ أنا فقدت ولادي، ما فيش حد مد يد مساعدة، برغم من يعني الإعلام انتشر في كل مكان، انتشرنا يعني تكلمنا كله، ما فيش يعني ما درناش حل بكل. يعني شنو أنا يعني شنو حياتي؟ حياتي ما لهاش طعم.